الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعلوم عند الجميع أن هذه الحلقات قائمة لدعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك بالله عز وجل، وهذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال ربنا عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قائمة على التوحيد ونقض الشرك والرد على المشركين، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قامت على هذا الأساس، الدعوة إلى التوحيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد على جبل الصفا ونادى في بطون قريش، قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا الكلام أي لا إله إلا الله كان المشركين زمان بفهم، فهموا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. لذلك قال له أبو لهب، قال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا أنت؟ عشان كده المشركين زمان ما كان بيفهموا، في انت وقت ما زي بتاعين الليله، وما يجيك واحد يقول لك ما في مشركين اسد، ما الله يغشك واحد يقول لك ما في مشركين اسد. والنوع ده انا عندي له اسئله، مش قلت اسد ما في مشركين؟ يقول لك هاي صلى عليهم عليه الصلاه والسلام. وما في شرك؟ اي طيب، سؤال: الشرك ده احنا جبناه من وين؟ جبناه ونزلناه من النت، مش في القران قاعد؟ في القرآن صح؟ أي قل لك الآيات دي نزلت في المشركين الزمان. طيب أنا أسألك سؤال، الله عز وجل مش قال ولا تقربوا الزنا؟ آية دي نزلت هسه؟ ما نزلت زمان؟ ولا تقربوا الزنا دي سورة الإسراء، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هسه في زنا ولا ما في؟ في ولا ما في؟ ما لا ما في شرك، زينة خليه شرك، زينة فيه ولا ما قل لك فيه؟ أيوة، الله قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هسه في تبرج ولا ما في؟ وما طيب اللي بتجيب واحدة وشة تقول حوش روضة، ما عارف كريم وسجم رمان، تشرب مش تبرج؟ قلت لك أيوة، والله قال التبرج حرام. طيب راعي الدم، الله قال: ولا تأكلوا الربا. طيب ربا فيه ولا ما في؟ أقول لك في ربا وفي بنوك ربوية، تمام. الله قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. في كثير ولا ما في كثير؟ فيه. طيب الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أقول لك لا لا ولا أنا شرك ما في، وديلك كانوا في كيف كيف؟ ديلك ما كل القرآن نزل في زمن واحد، نزل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في قرآن نزل هسه وفي قرآن نزل زمان، ما كله نزل في زمن واحد الذي تنطبق عليه صفات المشركين ويفعل فعل المشركين. انت مشرك ما تقول لي ما زيد لك سبحة وغشيت الجامع، مركت من الجامع، بنيت جامع، أكلت عصيدة، ما عارف ليك كله هو سايد. انت في أفعال واعتقادات يوافق فيها مشركو هذا الزمان، المشركين الأوائل، عرفت؟ فالشرك الذي حاربه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو أن يعبد مع الله تبارك وتعالى غيره. انت لذلك قال الإمام الحكم عليه رحمة الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله نداً له مسوياً مضاهي. إذا اتخذت غير الله تبارك وتعالى وساويته مع الله عز وجل في صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فأنت قد أشركت هذا الشخص مع الله عز وجل.
وجل. مثلا في الدعاء إذا دعوت غير الله تبارك وتعالى مع الله عز وجل أنت كده أشركت المدعو مع الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا عز وجل قال ومن يدعو مع الله إله آخر، يعني بدعو الله وبدعو غير الله. والمشركين الزمان ما كان بيسألوا الله، تقال ما بيسألوا الله، يعني مشركين الزمان كانوا بيسألوا الله وآيته يستغيثوا أو يدعو الله تبارك وتعالى في الشدة. لما المشرك يتزنق، المشرك ما بريد حيث ما حل، انت لما يتزنق بنادي الله براو عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه قبل ما يدخل الإسلام ركب السفينة معه جل من المشركين، انت السفينة دار تغرق، عكرمة بيجينا في الأولى بتاع النوم يا الله تنجدنا ويا العزة تنجدنا. جماعة قال لها قول دقيقة، الموضوع ده بره هنا ما هنا الله بس ديلك ما بيشتغلوا جوه الولاد والعزة وهو بالبدل أولئك تقال الجنوب. قال لا الموضوع ده هنا ما ينفع، هنا تسأل الله براه، انت كلام يا عكرمة. قال لا قال لهم لئن أنجاني الله تبارك وتعالى لأسلمن مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم انتوا تفهموا ليش أنا في الشدة الله نجاني، لما أطلع برا أقعد أكوري تقول له تلعقني وتفزعني انت. عشان كده بيجي واحد بجاي اسمه الركاني يقول لك نادي ركاني اوريك كده المشركين الركب والسفينة دي الاحسن وربتعين الليلة دي الاحسن الاحسن يا طول نادي ركاني كالبرج رمش يلف الغرقان يبقان وينش انت. لما تغرق تت جوا المويا تقال بمرقة انت والله بمرقة. والمشرك الله قال بيتكلم عن المشركين قال ديل في الشدة بيسألوا الله تبارك وبيسألوا الله تبارك وتعالى، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. انت دي قرآن كده قرآن كريم آيات من كتاب الله عز وجل. فينا طبعا دارين تقول ام نوبة ودلوكة يا مكاشف الغوم شكل تسمي الله تريك كيلان كيلان مكاشف بجلة ختم ياسين الدوت سلسلة أفنى الدرجات يربط ويحل في الليل كم صلى والناس نايمين ترم ترم انت لا ججج جل مساعي المال تمكينه على الرجال بايعين دماغ غير حلة شايقي شايقي شايل ورطينة واقف تك تك ما عارف تك دي كيف انت واقف تك تك حمار في الطين راجي الصالحين الدول بنزين يا ما تك لذلك الحمار قشط لك بنزين طوالي ده حمار سوزوكي انت ادلك بنزين بعد قال حمار في الطين راجي الصالحين الدول بنزين طيار يطير مع الطائرين فكم سردين وحمار اديته بنزين ما الا يطير يعني يجيك بشر انت كل برسين ده يخليه يفسك ست وينكس تديه بنزين انت اعنينا من القرآن الكريم عندنا لك آيات انت آيات بتلجم وبتفتت اي صاحب بدعة واي صاحب عقيدة منحرفة عن صراط الله عز وجل وعن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشركين الزمان ربنا تبارك وتعالى اتكلم عنه، الله قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. هذا لا يدي نقرأ تاني، الله قال والذين اتخذوا من دونه شنو شنو أولياء. طيب الليلة مين يقول لك دين أولياء ودين الصلاح ودين أهل الله ونادي الصلاح وأهل السلسلة بناديهم ما فيهم إلا ونقول لك كيف قرضانين أدرك طيبة وين أدرك طيبة مش قدو إسبانيا ما عارف ما شيء يلعب في هذا الدوري بتاع كاس الملك ولا ما عارف يعمل شو أدرك طيبة ده صوفي وشيخ من شيوخ الطرب الصوفية الذين يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. الآن مرضان مرضان لا حجاب حلاه حلاه جد حجاب انت لا معايا حلته لا البرع نفعه لا كباش نفعه. انت الشيخ يمشي اسبانيا وانت تبقى عيان يجيك صداع الشيخ عزم لي الشيخ عصر لي الشيخ سوي لي انت ما تسأل الله أسأل الله. الله قال وإذا مرضت فهو يشفين البشفى الله تبارك وتعالى. لكن أنت عارف الجماعة بتاع اللغف وبتاع نكل ساكت يأكلوا قروش المساكين الشيخ الطريقة يبقى عيانا
في اسبانيا انت تبقى عيانا والشيخ ترك الحقوق والحقن تحت المقدمه تحت المقدمه ابو شيخ والله انا عيان ما بقول لك في اسبانيا يا ماما لو مشيت ما تدي بياض والله ما دار البياض اهم حاجه الفقد والله صحيح يقول لك عيان عندك شنو والله عندي صداع بالجنب اليمين يقول لك انت عندك جن يا اخي جين اكبر منك انت انت يقول لك انت عندك جين كبير والجين المره الجايه الجلسه الاولى وهاك النحايه دي ما تطلع في الشمس وهاك الحجاب ما تبخر بيه لمشي يجيك تجيك كلبه نفس بدخان ودوك ما عارف المستشفى ما يقولوا هاي كله كلام فارغ قال الذين اتخذوا من دوني اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى قالوا ديل يقربونا لله عشان كده الله قال في سورة يونس ده قرآن كريم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ديل يقربونا لله عشان كده عبدوه وعبدوهم كيف عبدوهم قالوا ديل ده الله هل سمعت مشرك فيما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت مشرك قال اللات ده خلقني ولا العزة خلقني ولا هبل برزقني سمعت ما كلام لنا المشركين كان بيقولوا الله خلق والله رزق والله بيحيي والله هو اللي يميت ده كان بيقول المشركين لكن زمان انت لكن مشكلتهم وين مشكلتهم في العبادة مشكلتهم في العبادة عبادة نصها لله ونصها لعبد الله يسأل الله ويسأل الشيخ ويتوكل على الله ويتوكل على الشيخ انت دي عقيدة المشركين الزمان ما عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم ولا عقيدة الأئمة الكرام رحمهم الله تبارك وتعالى عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك والموضوع ده نحن بنتحدى به الحاج يوسف كل الكرة الأرضية إنه العبادة دي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى وأنت كلامي لله لله عز وجل داير تناظر تناقش تمشي تجيب تصديق من الحكومة وهنا قاعدين إن شاء الله عز وجل جيب تصديق من الحكومة أنا بتاع اللخبطة ولا بتاع الخروج على الحاكم زي ما بين ميمون العطالة وجايك لهم بس خليها دقيقتين أنت ما بتاع الخروج وبتاع قلة أدب ودعاة للثورات وتأجيج على الحكام ومنابذة الحكام ده ما من منهج السلف ولا من دين النبي عليه الصلاة والسلام ومن المنبر ده أنا بحذرك أي زول ما من أي زول يطعن في أولياء الأمور في عطالة أنت قاعدين في البلد دي يلقى لك الجماعة ويقول لهم العيش على الجنيه بقى فيه عيشتين والعيش بقى القدر الأطان وما عارف ليه ونحن جعانين وهذه البلاد وهذه الحكومة المستبدة ولا بد من التغيير ولا بد من الانقلاب الله يقلب راسك انت ما بجوز والله صحيح ما بجوز ونتحدى السرورية وكل من يدعو للخروج على الحاكم كله اتحداهم ما بجوز تخرج على إمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على أميره قيد جبر فمات فميتة جاهلية وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج على السلطان جبرا فمات ميتة جاهلية وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة أو جاء أحد التابعين إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال فشكونا له ما نلقى من الحجاج ابن يوسف فقال أنس بن مالك اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم دارين ضيعوا الشباب وضيعوا الناس زي ما ضاعت بقية الدول سوريا ومصر إلى غيرها من البلاد التي حصلت فيها الفتن وأريقت فيها الدماء باسم الإسلام ودين الإسلام بريء منه داعش القاعدة مين ما عارف جد كلهم لا أثر علاقة لهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأذنابه في السودان هنا عبد الحي يوسف كمثال عبد الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم مدثر إسماعيل
العين على الدين الزاكي سليمان ابو نارو. بلل دعاة للثورات ودعاة للتكفير والتفجير. عارفوا الكلام ده كويس وما خايفين منهم، والله صحيح ما خايفين منهم. بلل بلل خايفين منهم باذن الله تبارك وتعالى. الدكتور عبد الحي يوسف عنده كتاب اسمه الاستبداد السياسي. ها استبداد السياسي في ضوء الكتاب والسنه، وما عنده علاقه بالكتاب والسنه. ده اللي اخذ الدكتور هذا، ما عنده ولا طيبه بوشه يجيب لك فتاوى على الخط. يجيب لك دكتور محمد الامين اسماعيل ده بيلعب في الدوري بتاع الترورية والدوري بتاع انصار السنه وكلهم واحد. انت يجيب لك اهو دكتور مين؟ عايد القرني، دكتور العريفي، كلهم اهل بدع كما قال العلماء حفظهم الله تبارك وتعالى. ها ويجيب لك اناشيد ولا اله الا الله وتقعد تبكي وتمخض. والله في الباب، والله في الفاضي، في النهايه ها يلمك في اهل البدع وتسير خلف المبتدع. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انت الطريق واضح. فالمشركين زمان كانوا يعبدوا الاولياء مع الله تبارك وتعالى. لذلك قال الامام الحكمي مواصلا فيما قاله في المنظومه، قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا له مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير او لجلب خير او لدفع الشر مع اعتقاده في ذلك المدعو او المعظم او المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من اليه يفزع. الى ان قال: ومن على قبر سراجا او قدا او ابتنى على الضريح مسجدا فانه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى اهل السنن، اي يقصد الاحاديث التي رواها الائمه في نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن البناء فوق القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله، في رواية: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يحذروا ما صنعوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام واني ابرأ ان يكون لي منكم خليلا، وان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، الا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، الا فاني انهاكم عن ذلك. كلام النبي عليه الصلاه والسلام كلام واضح بالحجه وبالبيان، لا يجوز البناء على القبور. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.